عدد جديد من برنامجكم المعروضات ربح. مشاهدينا مرحبا بكم في هذا البرنامج اللي يطلع لكم يوميا من الحد الخميس، ورايحين نجوزوا سويعة قبل الفطور مع بعض. اليوم في موضوعنا رايحين نحكوا على هذوك الناس اللي يجيبوها من الجول الجول ولا من البارا البارا، يجوزوا كامل صيامهم هما راقدين. في ركن سبور جالا راح يجيب لنا اخر الاخبار وما كان جديد نكتشفوه في ركن خرجه مع شيماء. ما ننساوش الشاف ديانا اللي دائما يجيب لنا اطباق شهيه اللي رايحين نفطروا بها. فيما يخص ضيوفنا، جبنا لكم ضيوف اللي تحبوهم بزاف بزاف وتشوفوهم في عده من برامج رمضانيه. خلونا نستقبل بلال باراكودا ومحمد زاير. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. اللهم اني صائم. خويا جلال. عم بداو محمد. اللهم اني صائم. السلام عليكم يا جلال. صافا شيماء؟ صافا بيان بيان سير. ما تجيش في فرغة بيان سير. يا خويا المعروضة تربح. تربح بيان سير. يعطيكم الصحة اختي امينة على الاستضافة هذه. يعطيك الصحة. ونشكر قناة الجزائرية وانا على الاستضافة الطيبة، وان شاء الله بربي نجوزو دي بوم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. هذه ما قريتو راني عيان وراني صايم وجيت طريق. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله راهو اون فورم. راهو عيان. شوفي واش راهو يدير. انا بالله من الجماعة اللي بنقول لك قول. مرحبا بك بلال باراكودا. مرحبا بك محمد زاير. شرفنا بحضورك. ميرسي بوكو. شرف لينا احنا. ونشكر قناة الجزائرية وانا على الاستضافة. ويعطيكم الصحة وان شاء الله نجوزو دي بو مامو. ان شاء الله باينة هادي سيسيو راح نجوزو دي بو مامو. نذكر برك مشاهدينا باللي راهم جايين من الخميس مليانة، راهم قاضبين الطريق جايين ديريكت اون فورم. راكم تشوفوا واش جبتوا لنا بلال. خليها سيربريز. حاجة خفيفة. لا لا احنا نحبوا نشوفوا. احنا نحبوا نشوفوا. ما متوشيش. يا درالي كيف واش جابوا؟ هادي قلب اللوز. قلب اللوز تاع 5 مليار. الله الله يعطيكم الصحة. الله يسلمك. بلا مزيان. بوني بديت نشحى خلاص. هيا انا بدينا. ما تحطيش بالذهب يا ربي. اللوحة بيسير. ليكيب واش راكم؟ شيماء مس الخير. سافا شوية. ضيوفنا جو سوي اوغوز وان بلوس راني على بالي بلي حنجوزوا عدد هادي رائع. الله يسلمك شيماء. دخلنا اون فورم. جلال واش رايك؟ مساء الخير. اليوم مع باراكودا مريح عاقل. اليوم ما غلطتش كاع. احكي مليح. اوكي. ابراهيم يضايق باه جلال عطيها. ضايق باه عاقل. بصح رمضان مكملك. اكرم. شوف اكرم باه. واش راك بلال؟ محمد صباح الخير. صباح لاباس. ولا الحومه. الحومه الحومه الحومه. مرحبا بكم. انا اون فامي. واش راك اكرم؟ صباح الخير. الحمد لله امينه. انت كي مليحه؟ الحمد لله. واش المنيو تاع اليوم؟ الوغ اليوم راح نديرو كوكتيل دافوكا، وراح ندير بولي فارتي 3 فروماج، وراح ندير صوص شامبينيون معاها اكومبانيمون. هذا هو المنيو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله. درت بولي 3 فروماج على جال باراكودا. يحب الفرماج. على جال باراكودا باسكو راك تعرف بلي عندي الغراوي وعندي لي جوار بلي يدبروا بالباله. عنده سواء عنده بلايص بين يحط الماكله في كل بلاصه، وراح نحط له باسكو حاجه تكون شويه ثقيله، حاجه خفيفه ما دير له والو. على بالي حاجه شويه نتبعوا اليوم. على بالي اقرب. ما تخافش اقرب عندي لي جوار. اذا ضيوفنا مشاهدينا، موضوع اليوم كما قلتوا مقبلات في بدايه البرنامج، راح نتكلموا على دوك الناس اللي يجيبوها من البارا البارا ولا من الجول الجول نهار كامل وهما راقدين صيامهم، يصوموا راقدين ينوضوا حتى يأذن. واش رايكم انتوما من هذا النوع ولا لا؟ لا اختي امينه دوكا كيما يقولوا صراحه راحه. هيا صراحه رانا في رمضان ورانا صايمين. نهضروا قليل نفهموا بزاف. انا من نوع تاع ما يقول يقول. بصح بلال. المشاهدين ما نكذبش عليكم خاوتي، انا ما يقول يقول باسكو رمضان ماشي يغلبني ولا نتقلق. انا شكون نتقلق؟ انا ولادي راهم مهبليني ما نكذبش عليك. سورتو الواعره. الواعره عبك شي الواعره تكون راقد نوض نصلي اوقاتي الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ربي يثبتنا ان شاء الله. ان شاء الله. تجي جوايه الربعه شكون الربعه باش طيب العصر تضرب بك ديك الريحه تاع قولي انا. الله الله شغل تشوفني هكا سون سمير وشغل شغل تبغي تروح الطن ما تحبش واعره واعره. يغلبك رمضان بلال. يغلبك رمضان. ما يغلبنيش بزاف ما يغلبنيش بزاف. سي نورمال. من الجول الجول كيفاش يغلب؟ نقول نقول ما نحبش نهضر بزاف باسكو نعطش. باسكو انا نهضر نهضر في حياتي نبغي نهضر نهضر بزاف. كي تخرج برا شغل نهضر بزاف فما كيفاش. يقلقك شي واحد ولا تخاف تخسر يروح لك نهار. انت الناس اللي قلقوك ماشي رمضان. لا 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 رمضان خير وبركه وان شاء الله بربي يصوموا بالصحه ولا ان شاء الله. ما غالب شغل راحت فيا عاده. رانا تجوزنا ديجا قريب 10 ايام دونك هاو بدا يروح ديجا رمضان. ان شاء الله شو كي يجي رايح كي يدخل نتقلقوا شويه وكي يجي رايح يغير. نبكوا عليه. محمد انت واش من الجول الجول ثاني ولا؟ نو الكونترار. انا نصبح فاطن في النهار. نصبح ماتينال نصبح خدام داير كوميرس.
نوض بكري خدام حتى الحشيه. باين البروغرام تاعي باين وكمل خدمتي. محمد راه قاع طافي، راه غالبك اليوم ولا الطريق ولا شفت الحلويات راك تشهيت ولا كيفاش. صباح بكري وملي نضتي تسمى كنت واقف على رجل مع الخدمه وزد جيت الطريق راكي تعرفي، راكي تعرفي الشوف، راكي تعرفي الشوف هذا جاي قابض فلاصة يستمتع دالو الشعبي مقصر مع الشعبي، وراكي تعرفي الشوف خويا ألف, ألف حاجة في راسو في الطريق عابك طريق شغل شغل كي نكون في الطريق شغل يكون عندي حمل ثقيل سورتو كي يكونوا معايا الناس نحس شغل راهي عندي ريسبونسابيلتي عندي مسؤولية. خلاص محمد خذ راحتك هنا في برنامج معروضات الباح ولازم بلال فطنوا شويه. لا 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 الكونترير والله شفتي شفتكم لحقت عندكم هكذا الله يبارك ناس ناس زينين مع خويا جلال اختي شيماء امينتي ثاني تشاف اكرم الغد الله يبارك والله غير فطنت صار فيها ان غران بليزير. عمينا اسمح لي برك انا شو عندنا باتري اون فاس الفلوس والامور شارجي شارجي راح عاود تسميش خويا شيماء انت من الجول جول ولا لا لا ولا لازم تنوضي طيبي توجدي شويه طياب؟ انا شو كنت من الجول جول مي دربك نوع هاد لي دوز اني هاد العوام اللي فاتوا هاد العوام اللي فاتوا سمحي لي شيماء اختي وجهك منتفخ سمحي لي انا مريضه وجهك ما باين بلي كثير قدام باين لا والله باين لا بلا دوك نقول لك البارح طيب لنا الشاف السردين وهي شغل شويه الرجيك على السردين زغلينو يا مع صافي السردين صافي السردين نفخلها وجهها هكذا لا انا شي ان بو اليرجيك للسردين والسردين دير لي كيما هكذا اكرم البارح قاعد يقول لي كولي كولي سردين وجهها بنين وطاحت تاكل صافي اكرم هو سبابك اكرم هو سبابك جلال انت من قول قول ولا والو انا عندي حدود انا 12 ما نفوتهاش عطناش نوض لازم نوض 12 12 12 ونص باسكو الا رقدت نقولوا 4 تاع الصباح لازم نوض على 12 سينو نوض افون ولا ربي كملت النهار كي تنوض على 12 انا في طلعت فيها تاع اللي كيما قلت ربي انا صبرت على 8 تاع الصباح تبدا كي يكون خدام اكرم ما تخمل فيا بزاف صح قاعد جو تام اكرم ترقد انت يا من الجول كيما جا نوض على 12 ونروح نقضي نروح نقضي نحب لي مارشي في رمضان نحب نطيب نعاون ثاني نعاون يما نعاون ما طون ثاني في الكوزينه وهذه هي اكرم انا قالوا لي راك صايم اكرم نورمالمون ما تكذبش انا قولي لي عيطوا لك على 3 ولقاوك راقد اليوم البارح ما لقيتش بكري حتى 9 تاع الصباح عيط اليوم غير اليوم برك ماشي ماشي ديك الحصيره اليوم كبير اكرم كبير انا من ترقد من الجول جول هذوك اللي طرطقوا انا ولادي يقراوا الصباح ما نقدرش نرقد من الجول جول دونك مشاهدينا سقسيناكم انتم ثاني اذا ترقدوا من الجول جول من هذوك الناس اللي يصوموا هما راقدين نروحوا نشوفوا الاراء ديالكم نعاودوا نقولوا مع بعض يجوزوا رمضان غير فرقات هادو ما فنيانين ما يحبوش يروحوا يخدموا كاين 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 يقول لك يغلبني رمضان مي هادي سي با ريبونس غلب رمضان انا لا لا انا ما نكذبش عليك حنايا ما عندناش اللي يرقد في الدار هادي باش يرقد في النهار ويرقد ويسهر في الليل اي هادو اللي يغلبوا رمضان اختي هادو فارغ شغل ما يخدموا ما والو ما فارغ شغل هادو الناس اللي ما يخدموش اللي ما عندهمش اشغال اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش حاجه اللي تهمهم اللي ما عندهمش قالوا لي ما دابيه براقد خير ما ينوض في النهار هذه حاجه ظاهره هذه حاجه باينه ويزيد مع الشر مع مخصوص الدخان مع مخصوص كذا مع مخصوص كذا قالوا لي يغلبوا رمضان شغل يغلبوا رمضان يرقد يحب يرقد بصح الدخان والقهوي هادو ولا هادو يخرجوا يخرجوا يضربوا ما يتعبش ما مقلقين اللي يغلبوا من رمضان هادوم كاين لا بلوبار كامل يسهروا في الليل صافي اوتوماتيكمون يرقدوا لا جورني كامل وكاين اللي يغلبهم رمضان بيان سور صافي يرقدوا يتشهاو ثاني كلي يحب الماكله باش يفيت باش ما يشمش الريحه تاع الماكله يتو يقول لك جو بريفير نرقد وما نشوف حتى واحد ما نتلاقى مع حتى واحد ينودي الضارب كيما حنا بكري كنا هكذايا بصح الحمد لله دغنيغ مينو تاع السحور يرقد حتى الخمسه تاع العشيه ولا سته ولا جوسكا تبقى غير ربع ساعه برك ربع ساعه الاذان غير يشم شويه الاذان قريب يروح يشوف يشم ريحه الماكل وكذا يروح يقرب الكوزينه لا تيليفزيون يشوف واش بروغرام كذا ويشوف شويه ومن بعد طاك ويدخل في الطابله ديريكت على هم يرقدوا من الفجر حتى المغرب هي سهله سؤال وجيه وانا نجاوبك ليه خير كلامي ما قل ودل لي جون تاعنا ما عندهمش ممكن الصباح
ما عندهمش يروحوا، ما كاش لي الوازير، ما كاش لي بيسين، ما كاش باغ اكزومبل لي بولينغ. بلال واش رايك اللي قالوا بلي الناس اللي دير اللي ترقد من الجول جول ناس فنيانين؟ شي فنيانين كيما عجبني خونا تالي هذا كيما قال لك ما كاش وين يروحوا، ما كاش وين عنده صح، شغل ما كاش لي جاردان، ما كاش لي جاردان بيبليك، ما كاش وين يروحوا يديفولي. وصح راك هاك نوض الصباح راك قضيت القضيه، راك ريقلت اموراتك وكاع ما العشيه المور يبرد الحال شويه الربعه الخمسه هكذا تخرج الدور تخرج حتى ولادك وكاع ما كاش ما نشوفوش غير في العاصمه هنايا، كاين مناطق واحد اخرين بالك لي جاردان ما لو ما كاش ما كاش وين يروحوا، يقول لك انا كملها رقد وفلي نقبضها لاتاي وكاوكا ومقصيرات وكاع فهمتي هذه هي. انت واش رايك محمد؟ رايي انا امين اختي اللي شوفي انا اللي يكون خدام معذور لا غالب عليك، اللي يكون بايت خدام حتى الصباح باغ اكزومبل كيما لي بولونجري يباتوا خدامين حتى الصباح كي يرقد معذور الله غالب عليه، مي واحد ماشي خدام يبات في الليل زعما سهران بوريان وصباح ما عنده والو يصبح راقد انا كونتر ما نكذبش عليك، يا ولو كان ينوض ما على باليش انا يصلي يقرا قران تلحق عليه لابخي ميدي يرقد هذيك السويعه معليش، مي باش من الجول للجول انا كونتر بزاف باسكو هكذا ما يوليش صيام، صيام راهو عباده على بالك، راهي كيما يقول لك الصله تاعنا بيننا وبين ربي سبحانه ديريكتومون ماهيش بين العبد والعبد راهي بين العبد وربي سبحانه. صح. دونك ما لازم الواحد الانسان يحس بالصيام كامل يحس بهذاك التعب ويحس بالعطش والجوع. بيانسر بيانسر. صح. شيماء جبتوا بعد الصور قبل الصور اكرم بارابور المنيو اللي وجدتونا اليوم تقدر تقدم لنا المقادير؟ الوغ اليوم قلنا راح نديروا كوكتيل دافوكا واش نسحقوا فيه؟ نسحقوا دي زافوكا هكذا انا بوغ سي بيرسون راح ندير درت دو زافوكا نسحقوا قارص نسحقوا لي طومات سوغيز نسحقوا ان اونيون حبه بصل نسحقوا مايونيز والبيرسيل ملح فلفل كحل هذه روسات خفيفه وظريفه روسات خفيفه باغا كودا روسات خفيفه تقدر تعاونوا ولا والو لا لا عجبني باسكو اي مواطن عادي ولا يعني لا روسات هذه ماشي شرط يكون واحد لاباس به ولا مرفه بزاف ولا يعني تساعد اي كاع الناس دائما على ست عباد الله يبارك او ماي جاد نورمالمون باراكودا تحسب فيه شحال من عبد ديجا هو في ست عباد دوك احنا 10 سيرتو هذوك نبغي الحلاوات في الليل يلا بلال طلع مع الشيف تاعنا عاوني شويه ورينا شطارتك بلال تعاون شويه المدام تعاونونا لا المدام تعاونونا خويا احمد والله جيب طابور يجيب زيد خويا العزيز الو بلال نعاودو برك نفكرو مشاهدينا وين تحب ميتي فوالس خويا نسحقو غير موت هنايا بلال بلال ما سمعتنيش تعاون المدام في الكوزينه في الدار ولا والو ما نكذبش عليك هي الاخرى وانا انا هي في الكوزينه ونشد لها دراري شو عندي ولادي صغار شو تعاونها في الدراري نعاونها في الدراري وبهذه المناسبه نحييها باسكو راهي شاده شغل راهي حامله ثقل كبير صح ثقل كبير في الدار ونحيي كاع النساء الجزائريات الحرات كاع امهاتنا خياتنا كاع يتيك باسكو راهم مصباح ما يوجدوا يطيبوا يحطوا ينوضوا وبعد الفطور حنا نخرجوا هما خلوهم على الغسيل ومع مع مع تاع الدور الكوزينه وكاع يتيك الله يعطيهم الصحه وتحيه ليهم ها نحيوهم على المنزله الو قبيله مشاهدينا باش نقطعوا لافوكا تاعنا واش نديروا نسحقوا موس نديروا هكذا باسكو فيها عظمه لداخل بلال واش نديروا ندوروها هكذا فهم المشاهد لافوكا هذه كاين اللي ما يفهموهاش واش هي هذه لافوكا سي اون فروي اللي راح نديروا بها سي ان فروي سي ان فروي وي لافوكا مصنفه انها فاكهه فاكهه الوغ نحينا العظمه هذه سمحت عندي معلومه عليها يقول لك منيحه لافو منيحه لافو كاين بزاف نساء يديروا بها يقول لك تخليك صغير اللي يغيد وقاعد غير باي باي ندير لك ماسك دوك ناكل ولا تجي ماسك بلال سي بور سا وجهك راه صافي وراك تشعل لا لا ولا غير ناكلها مع نديرها انت نسب فيها امينه راه يدير لي ماسك راهي امينه اختي ديرها بالليل سيترون سيترون ولا تقدر دير فينيغرات وتاكل فوالا ونضرب بالفرشيطه والزيتون احكي مليح مولاي مخك يزعزع الوغ بلال دوك نسحقوا لا طوماط تاعنا سيريز نسحقوها كوم كاسي نقطعوا هذه كارو تقدر تعاوني وانا ندير لافوكا هذه قطعها كاروات صغار وانا ندير لافوكا كاروات ولا شاف فيما يخص الاسعار تاع لافوكا سافارا شويه وي غاليه شويه مي قلت لك احنا سي بيرسون الله يبارك راح شريت غير زوج حبات ما تقاموليش بزاف الوغ نقدروا نديروا ان اونتخي شباب بلال غير بالعقليه كصبعتك بصح كاينه لافوكا نورمالمون يغرسوها في بلادنا لافوكا راهي تنوض هي تنوض وي كاين بزاف كاين اللي يغرسوها في ديارهم
لكن نطلب لهم زوج حبات ثلاثه مريحه. خافش اكرم عندي صباعي كبير نسميه احمد نخله. الوغ بينا سمحي برك نفيد الفورشيت. الوغ دوكا لافوكا تاعي راني راح نكرازيها هكذا بلا فورشيت. صبر نقطعوها بالموش شويه. تهلا بلال ما تبهدلناش. صراحه بلال يعرف لها بلال. انا في الحقيقه كيما ما تكونش انا محمد نعرف نقلي غير البيض برك هذا. طب لي با تعرف تخدمهم بلال؟ لي با شويه شويه كذبش انا راك تعرفني بلي صريح. صريح كي تقلي البيض شحال من حبات تكفيك؟ والله غير نقلي سا ديبون. كثر الفورماج معاه سا ديبون شحال؟ كثر الفورماج شي دار الناس يديروا بنا وكاع سا ديبون شحال حبه زوج ثلاثه اربعه شحال؟ ندير ولا غندير ندير خطره بلاطو ولا نور نقدر نزور بلاطو نبغي المقله معمره وكوش كوش هكا وكاع هذه علامه. الو بلال نعاودوا نفكروا برك المشاهدين تاعنا شوف كيفاش راني ندير راني كرازي فيها هكذا شغل باش نرجعها بيوري هكذا. نعم سيدتي شوفي مليح شوفي مليح شوفي مليح. دوكا واش نديروا واش نزيدوا لها بلال؟ طماطم ولا شنو؟ نزيدوا لها الطماطم. تحبي لك قطعتها كبيره طوماطيش يا اخو. بصح انت قلت لي ديرها كروات صغار. هي كروات ماشي كروات صغار. الو راني نعاونك زيد نعاونك بلال شوف هكذا بلال هكذا باش تجينا شابه بلال. شغل برنارواز هكذا. علاش بلال دير دير من بعد نعاونها بلال. صبرني نذبح فيك باش طايح عليها قول شنو دروات. نرميو لها الطوماط تاعنا من بعد واش نزيدوا بلال؟ نزيدوا البيرسيل معدنوس معدنوس انا عمال ديك لا طوماطي تبان كيما دي سيريز في يدك سي بون بزاف بزاف طوماطي نزيدو هذه على قال لك يقول لك اكرام الصحن اكرام الصحن. انا قطعت البيرسيل تاعي ونسحقو لونيون فوالا زيد شنو نزيد نقطع لك؟ شنو نزيد نقطع لي؟ قطع لي حبه هذه سي قطع على زوج وعصر لي هنا شوف بلال لا نقطع صغير يا اخي عرفتي عرفتي بلا لا ماشين اكرم وي زيد هذه زيد هذه شوفوا سيدتي شوفوا عصري مليح سيدتي عصري مليح هذا روكي روك تو ميكسر هذا وين بلا هاك مسح خويا بلا روبو بلا لا ماشين بلا والو كلش مانيوال كلش مانيوال شويه ملح ملح شويه شويه تكثر ونديروا شويه في الكحل ريبيان هكذا واش نزيدو نديرو؟ نديرو مغرفة مايونيز مغرفة تحشى يا اخي تحشى ها كبيرة خلط لي هذه غير بالعقل شوفي مليح سيدتي شوفي شوفي كي تخلطي غير بالعقل فوالا بينا نعاودو نفكرو برك المشاهدين تاعنا واش درنا هنايا روح عاود فكر عاود فكر نتاعي الو قلنا درنا زوج حبات زوج حبات لي زافوكا لي زافوكا درنا الطوماط سوريز فوالا نسحق واحد 10 حبات طوماط سوريز نقطعوها صغار ماشي كيما بينا نقطعها كبار راح نعاودها هنايا على جال على جال لي طوماط هادي ونسحقوا فيها مغرفه مايونيز قلنا القارص حبه قارص نعصروها لداخل وتصبح لونطري تاعنا واجد نقدروا نديروها مع اون سالاد نقدروا نديروها مع دي توست غريي ابيلك بالخبز غريي هكذا هاي صبحت لونطري تاعنا رواجي يبدي راني ميت بالشر على بالك نقسم لك بالله غير راني ميت بالشر لا اله الله محمد رسول الله شايف نخلوك مصوي تعيطي امين اختي تعيطي لي فيها عفسه تاع ماكله تعيطي لي في عفسه تاع حزن مع باريس عفسه تاع ماكله نبكوا شويه والله لا احنا ما نحبوش الحزن في المعروضات الربح دائما نضحكوا دائما نجوزوا هذه الساعه مع المشاهدين بون هيمور شاف نخلوك تكمل هذه الوصفه وتوجد الوصفه الثانيه اذا لا ليكيب نبداو مع الصور جبتوا لنا صور فيما يخص هذا الموضوع تاع الناس اللي يرقدوا من الجول الجول نبداو مع شيماء كانت بوكو بلوس كوميدي هذه الخطره باسكو غير ما بدا رمضان شفنا هذه الصور دور على مواقع التواصل الاجتماعي غير هي سورتو على الجماعه اللي راحوا هذه الصوره اللي خيرتها مع عبد الرزاق بالحاج ضايع هادو الناس اللي يخدموا اللي ما يقدروش يرقدوا من الجول الجول لازم عليهم يروحوا يخدموا يلقاو خشه وين يلقاو خشيشه صغيره يدخلوا فيها. كاين اللي في ماريت كيف كاين اللي ربي يحفو عليهم كاع هاد الناس وكاع
يتقلقوا كاين اللي مقلقين لغال لا لا الخدمه صح الخدمه لازم يحكم عليه القهوه صح. القهوه اي والله هذا السيد مسكين باين هذا السيد باين قهوه دخان كلش ربح البيت لا يضق راه يخمم دوكا غير ياذن ايش عقار له حاسه امينه انه الجزائريين يسهروا حتى نسهروا حنا اوتوماتيك لا بلو باغ يسهروا حتى 4 تاع الصباح حتى يجوز الاذان يصليوا يا يتسحروا يصليوا ومن بعد غدا من داك تلقاي لنا واحد خدام تلقاي شغل ويلي توبلي جاي يسهر بصح او ميم طون توبلي جاي نوض صح واعره بزاف انك تنوض الصباح وترقد يا ربي السوايع ولا يلا نشوفوا صوره اخرى جلال انا شوفي ما جبت صوره لكن جبت فيديو تاع لاعب تاع المنتخب الوطني هو هلال السوداني اللي العام اللي فات بيا زميل اخر تاعه ولو نسمعوا مع علي ونضموا دوك نوليو نسمعوا برك واش قال ونقول لك نحل القصه هذه يماني اذا شكرت لك هذاك من قول الكورس يماني فوالا هلال السوداني وبيا سليماني قال لك سليماني في رمضان من الجول للجول شكرا صراحه بصح اسلام ما حكم عليه ني قهوه ني دخان ني والو هي هذه عجبتني شكرا تحيه كبيره لاسلام سليماني في تركيا كاين صوره اخرى نروح نشوفوا صوره اخرى هذه ثاني تخير لقيناها في مواقع التواصل الاجتماعي تعبر على السخانه صغير اللي بدات في رمضان مع باسكو حنا كي شفنا الايامات الاولى سمنا كان برد الحال اون فوا تزير الحال ولا السخانه ولا يخرجوا صور كيما هذه زعما تعبر على السخانه فريمون اللي كانت رقد لداخل في حلف الجدار ودخل فيه ورقد كيما هذا العام ابارامو الحمد لله يا ربي بارابور العام اللي فات الحمد لله والله غير الحمد لله يا ربي صح نو بصح تحكي لك صح جا واحد لي دو لا تروا جو جات فيهم السخانه فوندردي باسي فوالا حكيت حتى 38 دوغري صح السؤال المطروح قرعه تاع الكازوز دير 10000 سيد هذا كي نجبدو في الفريج اش غايسخى من هذا راهو يجهد في الفريج هو يا خويا راهو يتبرد ما عندوش كلمات زين راهو يتبرد في الفريج عنده الحق نشوفوا صوره اخرى مسحور 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 طار هذه من الجول للجول هذه شابه عجبتني مسحور مسحور فطور على وزن واحد هذه يا خويا اللي صورها ولا اللي رسمها يعطيه الصحه يعطيه الصحه والله يعطيه الصحه اصلا بولحي راهو منا وشوشيو منا هاو الجول هاو الجول نروح نشوفوا صوره اخيره ليكيب أمينة أنا نبيعلك أنا نبيعلك حاجة عبد الرزاق بالحاد كي ولينا له هاد لافوتو قال لنا هادي أمينة كي لحق العين هكذاك صافي من هاد لافوتو نفهموا باللي كاين ناس كي لحق رمضان ما زدوش نشوفوهم حتى العين هذا وفيت رقد من الجول الجول بصح من الجول الجول ستادير من النهار الأول تاع رمضان حتى العيد هو راقد محوش قاعد يفهم صح ناس هكذا ما يروحوش لعند لا فامي ما يخرجوش ما يشوفوش الناس عنده بوغ لو يرقد ينوض يفطر يخرج يدور في الحومة يعاود يدخل للدار هذه هي شوف رمضان كومبلي ما تشوفيش روتي واعره هذيك انا في اللي نخرج انا ضري برا انا وشريكي يظلوا بصح باش الانسان يرقد حتى العيد وينوض باللحيه وش عارف ولا هذه راهي واعره كيف كيف اصبح لي البروبليم وشنو انك كي تنوض لك شي شعر ولحيه طاح عند الحفه في لافيت العيد لقى واحد الغاشي واحد لاشان والله بدا حفه ويومين لاشان كي تقعد عندك وافر ما يلقى وين يبداها على بالك قعد حير فين دامين خرجت إذا بلال باراكودا مالف نشوفوك في عدة من المسلسلات والأفلام وخاصة في شهر رمضان قلنا واش كاين جديد في هذا رمضان؟ هذا رمضان لعبت مع الحاج الأخضر اللي نحييه بالمناسبة لعبت مع دغيس ومقيوس نبيل عسلي و نسيم حدوش اللي نحييهم بالمناسبة وسيناريست إبراهيم إربن خويا العزيز نحييهم بالمناسبة ولعبت في دار العجب مع امين بومدين والياس نشام وكاع ليكيباج الله يبارك ما شاء الله وسنا اختي امينه هبلوني بلي كاميرا كاشي بين يديه الله محمد رسول الله جوستو ما كنت تحكي لي بلال على لي كاميرا كاشي شغل لارتيست دوكا كاين واحد دي زارتيست ما نشوفوهش كامل نشوفوهم غير في لي كاميرا كاشي بزاف ومشي كاميرا كاشي داروها لي افون داروها لي قبل لا لا قبل هذو اللي جازوا السنه قبل 2019 لا فان ديسمبر لا فان اي لا فان ديسمبر داروا لي كاميرا كاشي ما شغل ما على بالك ما تحلبش كاع باللي كاميرا كاشي ويعني وكاميرا كاشي يعني سيرتو تاع سليم حليموش وتاع صفوان خويا وراشيد نكاع الله يبارك يعني انا ماشي من الجور تاع الوي
كاميرا كاشي رانا العارضينك باش دير كاميرا كاشي انا ما نروحش مخدومه انا ما نروحش صح بلال كاين بزاف من الناس يقولوا يعني كاميرا الكاشي راهم يشوفوا فيهم عبر التلفزيون الجزائري كامل مخدومين امين اختي المشاهد اسمح لي سمحي لي كلام كبير المشاهد ماهوش غبي ماهوش غبي كي يشوف يعرف لا راهي ريال ولا السيد هذا راهي تورني باين المشاهد كي يشوف يعرف او مش ليزاجيريا ام ذواقين كي يشوف لي بروغرام كاع لي بروغرام تقرا لي كومونتير في فيسبوك وقعيتك تشوف يقول لك يا ودي هذا البروغرام راه شباب وهذا البروغرام لا لا اكثر ما كيفاش ما نديروش على طوندونس الناس راهي واعيه اي واعيه راهي تعرف انت كي تخرج لا بروفي تخرج برا بايزو حنا لعبنا العام اللي فات 10 10 تخرج برا البيبليك يقول لي يعطيك الصحه يعطيكم الصحه تبارك الله فيكم ما شاء الله يعني خدمه بروفيسيونال الله يبارك ودرتوا دي ميساج تنقل الواقع واش انا عايشين اكثر ما كيفاش الحمد لله يا ربي هذا بفضل الاستاذ جعفر القاسم اللي نحييه بالمناسبه وكاع ليكيب تكنيك اكثر ما كيفاش هذه هذو هما لي بروغرام مي باش تعيط لي تقول لي روح دير كاميرا كاشي انا ما نروحش لا لا بلال باراكودا جو سي با ليكيب اذا شفتوا الكاميرا كاشي اللي جاز فيها بلال صافي با لونتون جازت ولا غير انا عبات لي حد كسروا على زوج هذاك العاب ولا غير خفت انا شفت اختي ماشي خويا اكرم دوكا شغل انا شتاك شغل من ناحيه الانسانيه صح الانسانيه السيد ما عندوش باش يديفوندي على روحه سبحان الله وزيد ترمي انت من شريطه شو سي كراف انا بالك اي واحد جزائري يعني قلبو حار وعنده ضمير بالك يدير اكثر مني صح بالك يدير اكثر مني وقول لي بلال ما تاثرتش في هذاك الكاميرا كاش ما حكموش قلبك ولا لا تونسيون ولا السكر ولا قلقني نهار اللي بدا يدور لي في البلاطو حبيت نحكمو وزادوا عياوني هذوك اللي حاكميني اللي حاكميني ريح 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 فما كيفاش ولا كيف انتم ما فهمتش وفي في ذيك اللحظه ما تقدرش تعرف تقول هذو راهم كونترا عليه راهم تقول لهم يسلكوا صاي ما مش حابين الخساره وكاع كيف انت واحد عندك كابير وهذاك اللي تورنا اسمه معمر ايتو هذاك اللي عندي كابير اللي ما عندوش رجلين سمحي لي هو اللي هفني على بالك سي ان بون كوميديان صح سي ان بون كوميديان وان شاء الله يكمل في التمثيل محمد انت عندك اش جديد في هذا رمضان هذا رمضان ان شاء الله ما كانش عندي فرصه الله غالب كنت في حد سيتكم درنا نيميرو زيرو كاين بزاف محمد زاير لي سيت كوم والمسلسلات اللي بداو وحبسوا على جال الحراك فوالا اكزاكتومون على جال الحراك حبسوا الور ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله تكون حاجه شابه ونكونوا في 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 بروجي شباب ما نساهموش في الرداء ان شاء الله حاجه مليحه وكاين انا نقطه امين اختي اللي خدم في هذا رمضان كاع لي برودوي سوا لي كاميرا كاشي سوا لي سيت كوم سوا المسلسلات سوا سلسلات قاعيتك شابو باسكو الناس هم دايروا بمجهود الناس تعبت الانتقاد حنا ماذا بينا انتقاد بصح يكون انتقاد بناء ما يكونش انتقاد هدام غير هكذاك انتقاد اللي خدم كاع ربي يعاونه ربي يسهل عليه كاع لي كوميديان كاع لي كوميديان ليكيب تكنيك كاع الناس اللي خدمت ربي يسهل عليه هكا ما كيفاش مي باش تنتقد بحاجه تاع تكسروا كسروا هذا الكوميديا ولا تكسر هذا لا لا واحد يعرف في يجيبها معنا وانت محمد واش رايك يعني بو ما شفناكش في هذا رمضان وان شاء الله راح نشوفك بالك بعد رمضان ان شاء الله واش رايك في لي بروغرام اللي راهم يجوزوا في هذا رمضان بون لي بروغرام سنا مازال ما شفت والو باسكو انا عندي قلت لك توت لا جورني خدام ندخل مع العشيه نريح شويه من بعد وقت الفطور يتسمى الاذان راح نصلي نفطر ابخي موراها نشوف كاميرا كاشي توجور تاع اللي جات فيها فوالا اللي جات فيها باراكودا من تما صاله ديريكتومون تما ما صلات ما نكملش حتى ل 11 تاع الليل 11 تاع الليل نخرج من الجامع نروح كاينه خيمه تاع اتاي نعيط لبلال نجوز ليه نرفدو من مور صلات نرفدو نروحو لخيمه تاع اتاي نقعدو هذيك سويعه ولا ساعه ونص نقصرو جوست من بعد موراها نعاود نولي للدار ما نطولش تما نرقد مي ان شاء الله بربي لي بروغرام هادو كامل راني داير لهم وقتاش نعاود نشوفهم ان شاء الله بربي ان شاء الله سي فري كو لي زعما ما قدروش يشوفوا لي بروغرام تاع رمضان واش يجوز في رمضان نقدروا نشوفوهم مور رمضان كاين دائما اعاده تاع المسلسلات انا كيما لي بروغرام اللي راني نشوفهم عجبوني دقيوس ومقيوس الله يبارك هذه ماهيش بيبليسيتي ولا هذه انا نهضروا صراحه واش كاين دقيوس ومقيوس عمارة الحاج الاخضر مسلسل درامي الحاج الاخضر اللي دائما يدير سكسي مسلسل درامي ولاد حلال الله يبارك مع عبد القادر الجيريو حيه بالمناسبه ومشاعر تاع نبيل عسلي وحسن كشاش وكاع الله يبارك ما شاء الله ودار العجب فن الله يبارك
ابارامون كاميرا كاشي تاع سليم حليم واش مسلسل جارح؟ جارح ما هدرش انا هذوما بور موا اللي نشوفهم. جلال انا روماركي تهضر غير لي بروغرام اللي يلعب فيه. لا لا والله اقسم بالله يا والله انا ولد حلال لعبت فيه باش لعبت فيه مازال ما شفناش كامل الحلقه. هذو هذو لي بروغرام اختي امينه اللي راهم دايرين شغل ضجه شغل راهم الناس الراي العام انا نقول لك الراي العام راهم الناس متبعينهم بلا حدود كيف ما كاين الناس راهم متبعينهم صح كملت كلاسه ويعني دون دي بون بوزيسيون بيان سور ما نساوش معروضه تربح ليك واش بيان سور او يا اذا المشاهدين نخليكم مع هذا الفاصل الاشهاري ما راناش رايحين نطولوا عليكم ما لما تبعدوش نولوا بعد هذا الفاصل. إذا مشاهدينا راكم في برنامج المعروضات ربح. اليوم موضوعنا هذوك الناس اللي يجيبوها من الجول الجول يضلوا نهار كامل تاع الصيام وما راقدين وينوضوا جوست قبل الفطور. طرحنا عليكم هذا السؤال في الشارع باش نشوفوا يعني بعض من الآراء وخاصة هل هذا الصيام جايز ولا ماشي جايز ولا كيفاش يعتبر يعني بعيدا على الدين ماناش زعما ندخلوا روحنا في الدين ولا يعني نشوفوا برك انتوما رأيكم في هذا الموضوع وشنو هو نشوفوا هذا الفيديو ونعاودوا نولوا مع بعض. ديك شرع الدين هذيك العالم الله هذيك ما نجمش نقول لك كاين وين يجوز لهم وكاين وين ما يجوز لهمش بيسكينا با دو ترافاي مخصوصين خدمه. في الدين ما يجوز لهمش الله يعلم ما ربي ما قالكش هكذايا ربي ما قالكش سما تسهر في الليل باش ترقد في النهار ولا باش ترقد في النهار باش تسهر في الليل لا لا. ما يجوز لهمش اختي خدمه عباده خدمه عباده ما يجوز لهمش. الله يعلم ما يجوز. إيه رمضان لازم التعبير فيه فيه العباده اللي يصلي خلينا اللي يصلي العباده فيه مشقه رمضان فيه المشقه لازم انسان يتعب بشهينات كل حاجه في الدنيا هذه ما يجوزلوش باليش انايا دوكا لا بلوبا كامل واحد رمضان دوكا عباده واحد ينوض يصلي يحمد ربي يصدق ماشي باش واحد يرقد. كل انسان اللي يرقد من الصباح حتى الليل ويستنى باش غير ياكل برك انا جو بونس با بلي الصيام تاعو مقبول لانه على الاقل كي يعيا يروح يتكا شويه معليش بصح نهار كامل هو راقد لا. وما كاش عالم اللي يقدر يقول لك دوك العالم الديني هذا اللي يقول لك بلي حرام ولا حلال باسكو راهي تبدلت الاوضاع وهذا هذا السيستم هذا هو اللي دار لي شون تاعنا ضاعوا الو جو بريفير خليهم يرقدوا وفي الليل كي يخرجوا يروحوا القهوه يلعبوا دومينو ولا لي كارت. اذا بلال محمد احنا يعني ما نقدروش نقولوا اسكو يجوز ولا ما يجوز يعني ما راناش سبيسياليست باش نقدروا نحكموا على العبد اسكو صيامو يجوز ولا ما يجوز بصح سي فري كو دي فوا نقدروا نقولوا باللي العبد وليو يخرج ويضارب ويسب ويقول كلام فاحش ولا بالك فوميو يرقد. سي فري صح. واش رايك بلال؟ دوكا اللي ما عنده والو ما عندوش خدمه ولا ما عندوش عفسه وقضى صوالحه كاع قضاهم اليوم خرج الصباح واش يخرج يدير مع عشيه وزيد اون بليس دو سا ما عندوش وين يخرج ما كاش بالك انا في الجزائر العاصمه ولا بالك كاين وين يروحوا لجاردان ديسي ولا كش عفسه بصح كاين بلديات واحد اخرين مساكن ما كاش وين يروح ما عندهمش مام بار بارك ولا دري صغار ولا اولادهم وكاع وين الوقت ما كاش وين يروح يرحم بابك يقول لك انا نكملها رقاد كومبلي وفي الليل ان شاء الله في الليل نمر فطور وقعدتك مور التراويح نروح لاتاي ومكسرات وطلق روحك وصحابك وجماعتك وهذه هي. كيما محمد قال لنا يعني انت محمد قلت لنا تكون خدام في النهار ومن بعد السحور ومن بعد الفطور ومن بعد الصلاه ومن بعد تكسيره مع الصحاب. بيان سور وي من بعد نكسر مع الصحاب ومن بعد ندخل. انت واش رايك محمد يعني يجوز ما يجوز كيفاش تشوف هذا الامر؟ بون يجوز ما يجوزش ماشي انا اللي نفتي في هذا الامر. ما نقدرش نفتي باسكو ربي سبحانه كما يقول في القران ان الله لا ينظر الى صورنا بل الى قلوبنا. دوك الانسان صديق واش كاين في قلبه ما نقدروش نحكموا على الانسان كل واحد واش كاين في قلبه. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. كاين ناس بالك راهو في الدار بالك ما يخرجش بالك عنده حجه بالك عنده عذر بالك مريض بالك ما نقدروش نحكموا بين الناس اللي ترقد بوريان على باطل على والو. انا جو بريفير ينوض خير من رقاد. صح معليش مالغري ما عنده والو ينوض يبقى في بلاصتو يتفرج لاتيلي ولا يشوف عفسه احاديث دينيه ولا يقرا شويه قران خير من اللي يديها رقاد.
انت جلال واش رايك مثلا الناس اللي بلا كاين الناس اللي تخدم في الليل والصباح تريح ترقد سا ديبون كل واحد كيفاه. نظن ماشي من الطبيعي لانه عندنا 11 شهر في العام نديروا فيهم الاثم النميمه الكذب جو سي با الناس كاين يتسرق كاين كاع كاملوا الى عز وجل كاع في نادي ديفو كاع في نادي ديفو كاع في نادي ديفو ربي سبحانه وعطانا شهر في يدنا باش نديروا الخير باش نصدقوا باش نصوموا باش نبعدوا على الاثم. كرمنا ربي سبحانه كرمنا بشهر شهر الفضيل صح شهر يغفر لنا ربي فيه كلش صح عام ما مضى والعام صح اللي جاي سيرتو في ليله القادر والله الواحد يبروفيتي لوكازيون تخرج يضرب على جال شربات ولا سي باشر على الهند لاشان على الهندي سي كراف خويا باقي يقول لك واحد يقول لك ما نشوف بليس ما نسمي بصح بليس ما كانش في رمضان انا هو اللي هذا اسمح لي بلال اسمح لي لا والله غير كونتر هذا الناس انسان يخرج زعما يداوس برا اني رمضان راني صايم غير رمضان وكونتر رمضان ما تحصلش في رمضان يا خويا امين اختي سمحي لي رمضان ربي سبحانه قال لك صوموا تصحوا علاش نخرج نداوس مع الناس صوموا تصحوا تبراف كما يقول لك في لسانك في عينك في عقلك في كرشك في صحتك في كلش علاش حتى نروح نتقلق في راسي وراني صايم ونضرب مع الناس امين حكمه اخرى يقول لك انه رمضان يجي ويروح حنا اذا رحنا ما نوليوش لازم نبروفيتيو في رمضان اكرم انت واش رايك وخاصه نقولوا رمضان لازم نحسوا بالجوع لازم نحسوا بالعطش لازم نعياو وهكذاك باش نحسوا برمضان يعني باش نحسوا هذاك التعب واش رايك الناس اللي ترقد وما تحسش بالصيام والعطش والجوع وكامل ما نقدروش نفتيو كما قال زعما محمد كما قال ما نقدروش نفتيو في هذا السوجي مي جو بريفير انا كما قال محمد لازم ينوض يقرا اومو شويه قران ماشي يقعد في شومبرتو ما يخرجش من دارو يقرا شويه قران ولا يروح للمارشي مش عارف يقضي كاش عفزا كاش هادي ويجوز نهار ان شاء الله يجوز عليه بالصحه ولا هنا كاينه حاجه اختي امينه بهذه المناسبه تاع رمضان يزوروا دار العجازه يزوروا المرضى اللي عندهم لي مرضى كونسور لي مرضى كونسور الجمعيات مع الجمعيات هكذاك بلال اون ميم طون ياخذ حسنات يدي حسنات عند ربي من هذا المنبر من هذا الشعب الجزائري جمعيه عفسه اي بركود لكم يا قوتي تاع خير عيطوا لي جو سوي لامبيونس حتى نصبح بركود حاولك بلال اختي سيرتو دار العجازه مسنين مساكن ما مليح نروح نزوروهم ونديو لهم بالك دي كادو ولا نروحو يعني شاهد كاين موائد الرحمن اللي يخصهم ليفيكتيف يخصهم الناس اللي عاونوهم في الطيابي توسا دونك انت راقد فوميو تروح دير شيماء ولا غير كاينين الناس فيهم الخير وكاينين الناس كما يقول لك فري ناس الخير ويخرج منهم الخير ويروحوا يشاركوا في هذو تاع بيوت الرحمه هذو ويوقفوا يعني والله العظيم والله العظيم خلاص ليكيب خلونا نروحوا لاكرم باسكو سينو ما نفطروش اكرم وشنو هو الدوزيام والله رحلات تبع الله يبارك والله رحلات صح وشنو هو الدوزيام بلاطي الوغ دوزيام بلاطي اللي قلنا حنديروا اسكالوب فارسي بالفرماج درت 3 فرماج ثم في الدار اللي ما عندوش لي فرماج بزاف يقدر يدير انسو الفرماج ويجي البلا تاعنا شباب وبنين وبزاف الله الله محمد دبر شويه راسك في الكوزينه ولا والو شويه هيا ورينا شطارتك كده شويه تفضل هيا اوكي ما نطلعوش باراكودا باسكو انا خايف على داك الفرماج لا غير ما تفنيش نطلع ملي غير لا هذا غير هذا مازال البيجي تاعو راه داخل الفريق كاينه حاجه باراكودا بريمي بلا ما يشوفش معاها والو الشربه والحريره وكاع هذه ما تهضريش كاع معاها دوزيام بلا ديرك عطاك ما نهضرش مع الحريره وكاع حريره واحد حمراء يحقر يحقر الحريره ولا تطلع وتهبط وكاع خليني شيماء يا حبابه صح ديرك تصلح خليني ديرك دوزيام بلا هذه يا خويا هذه باراكودا صح نحيو المدام صح المدام نحيوه المدام الو اذا واش طيبتي لنا نعيط لها غير في التليفون الو محمد واش جديد تاعنا واش نسحقوا دي زيسكالوب انا قطعتهم رقيقه بزاف ومن بعد زدت واش درت زدت بلاطيتهم هكذا بلا بالبوز ولا نقدر نبلاطيهم بلا بوال ولا هكذا باش يطيبوا لنا من الداخل الو واش نسحقوا ثاني لي فرماج نسحقوا فيهم غريير نسحق فرماج بلون ودرت لهم كامونبير تهليت فيكم اليوم محمد تخي بيان ها الو واش نديروا نديروا شويه في الكحل في البلون دو ترافاي اللي تخدموا فيه ونديروا شويه ملح هكذا ونرميو الاسكالوب تاعنا لداخل هكذا نروليوه غير بالعقل ومن بعد واش نديروه نروحوا لافارين واحد الاحساس راه حنايا امينه واحد الاحساس خي شوف لافارين من بعد نروحوا نرميوه في لابول عاودنا وحده برك محمد واش هذا اوكي او كلش قدامك اوكي اخي سهله محمد بديت تجوع شويه شويه
شويه ماشي مع وايدين جوع بصح اليوم مع شيف اكرم. شكرا لكم. جوعني فريمون جوعني بصح ماشي كيما بيلا. انا ما حبيتش نخلط في باراكودا باسكو خفت ينوض. والله ما تخافيش حنا اللي نجوع نوري الحنين. محمد نعاودوا برك نفكروا برك المشاهدين تاعنا قلنا نديروا ملح فلفل كحل في لاسيات ولا البلون دو ترافيل اللي نخدموا فيه مليحه هذه. قال لك كيفاش كي تشبع تقول راس غني نديروا ملح نزيدوا شويه فلفل كحل فوالا ونرميو الاسكالوب تاعنا. اوكي مازال نديروا له الكريير ونديروا له شاف. اسكو هذه هي اللي يقولوا لها كوردون بلو؟ نو كوردون بلو يجيب موديل واحد اخر. كوردون بلو يجيب البلون بولي. البلون بولي كيما يكون نقسموه ماشي بلوتو ما نقسموش نفتحوه الداخل ونرميو واش نحبوا نديروا دي فرماج ونرميو باتي دو فولاي. كاش نهار دير هنا هذه تاني كوردون بلو؟ واش هي؟ كاش نهار دير هنا في البرنامج نفطروا بها؟ انا جايبها شيخ انا جايبها خلاص تخي بيان اقتصاديه يعني شغل اي واحد قادر. فوالا انا قلت اليوم تهليت في ضيافي درت لهم تخوا فرماج اللي ما يقدرش يدير ان سول فرماج يدير كرويير ابقي روحو ديريكت لابوال. عرفت شوف نحطها تخاف تحرق روحك فوالا هكذا نزيدو نديرو هذه نزيدو فوالا. واللي يخاف اللي يخاف المشاهدين تاعنا سوقتو هذه اللي يخاف يفتح له تفتح له الاسكالوب لداخل واش نديرو؟ نقدروا نديرو كيوردون نقدروا نديرو الخيط خيط نورمال بلون هذاك نقدروا نربطوا البولي تاعنا مليح ونرميوه ونديروا زيت قليل ما تفتحش باش ما يتفتحش الفرماج لا تفتح كارثه. الو نديروا زيت تاعنا ابتي فو ونخليه يطيبوا غير في غردو باش يذوب الفرماج داخل. هذا هو المنيو تاعنا تاع اليوم. امينه واش رايك؟ تشهيت كوم دابيتود تشهيت. محمد مليح عجبك الفلا تاعنا. الهضره قليله مع شيف اكرم خلاص الهضره قليله. شكرا لك. الهضره قليله. امينه دوك ما بقى لنا غير من بعد نديروا لاصوص تاعنا اللي راح نديرها مع الاسكالوب ومن بعد نبقى لنا غير لاصال مونجي وناكل. تخي بيان شيف يعطيك الصحه. شكرا لك. يعطيك الصحه شيف محمد. شكرا لك. صحه ولي بلاستيك وخاصه امينه اختي عندي امتي ميساج برك بمناسبه شهر رمضان يعني على الناس اللي يطيبوا سيرتو على اللي فيه ولا يطيبوا ويصوروا الاخرى تاعهم يحطوا في فيسبوك وكاعيتيك كاين بالك الناس اللي ما لحقتش باش فما كيفاش. يعطيك الصحه باركودا. نعم يعطيك الصحه حتى انا في الفيسبوك تاعي كتبت هذا العام يعني نحاولوا ما نحطوش المائده رمضان في الفيسبوك باسكو كاين مساكين اللي ماهمش لاحقين كاين مساكين اللي يتشهاو كاين بالك وحده راهي تتوحم تتشهى ما تقدرش تاكل يعني هذا سان تري بون ميساج بلا يعطيك الصحه. كاينه حاجه كاين ميم انسان ياكل مليح ياكل بخير عليه كاين كاين دي فوا بالك بالك مرا بالك طفله صغيره بالك ما قري تاكل مليح راهي قاعده تشوف في لي في 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 فوتو هادو في لي ريزو سوسيو هادو سواء في الانستغرام ولا فيسبوك ولا تشوف ماكله ما دارتهاش يماها هذاك النهار هذيك دقيقه تشهات فري تشهى وهذا الشيء صح صح سي ان تري بون ميساج عندك الحق محمد وبلال. اذا مشاهدينا نروحوا الى روك ناسبور مع جلال نشوفوا واش جاب لنا جديد في هذا الميدان بعد الجينجل. جلال كاش جديد في ميدان سبور اخر اخبار؟ كاين جديد امينه غير جديد والبدايه راح تكون بواحد لاعب دولي سابق التقيت به العام الماضي ودرت معاه واحد التصريحات. تقدر تقول جوار جلال تخي تخي غون جوار وفي ميزك شكون اللاعب هذا؟ زين الدين زيدان زيدي. واش كاين لي غون جوار ليكيب؟ كريستيانو ديل بيرو. ماشي ديل بيرو نروحوا نشوفوا ورينا عليه شكون اللاعب هذا نسمعوا واش قال ونعاودوا نوليو. وشن هي الحراره كما قال لك شوالي جرينتا خصهم واحد لاباس لاباس لعبت شنو قال لك شنو قال لك كنت لعب اريار غوش اريار غوش اه والو يفوت البالون انت ما تفوتش كنت لعب 5 مليون سكاف سكاف 5 مليون فريق عريق ونشا من 1800 و1938 علاش ما درتش قناه فوتبول؟ مكتوب كفما كيفاش رحنا ديريكت الميدان الفني ديريكت دخلنا الميدان الفني ما خبرتي لي اونترينر شنو عم بقولوا لي اونترينر اللي ما يلعبش مش شعرو لي فيزيان سما باراكودا سما كون ما جاتش الميدان الفني كون راك غون جوار إيه لعبت كاع لي كاتيغوري انا لعبت في سيري 5 مليون علينا نحيي السكاف اللي انشا بكري 1932 37 استغفر الله غلطت انا 37 لعبت كاع لي كاتيغوري بنجامان مينيم كادي جينيور اسبوار ومن بعد رحت لايكيب واحد اخرى لعبت كاع كنت عريار جلال كنت لعب عريار غوش
فوالو تفوتي تير بالو ما يفوتش. تما قسم لك بالله تما انت بنادر بالحاج ولا غلام يبانش معاك ما يبانش. شتا هذيك تاع لي دوبلومون تاع يعطي له البالون بعد يروح يروتري وكاع يتيك يا حسره. وهذيك تاع هكا تاع اوكوشه احنا اوكوشه هاك فاهمني ويجي جوزي خالد لعب نيجيري وبعد فوتبال وبعد قبل ميدان الفني درت كيك بوكسينغ يا لطيف موي تاي ديمونستراسيون ندير لك انا بزهر بس انا صايب الترينر تاعي سعداوي انور اللي نحيي بالمناسبه ابن وهران هو دوريجين ودوكا رفيق بالنسبه لي انا حي بالمناسبه هذو الكتيبيه تاعي مكتوبه قايته هكا تمام. عنده ثاني خوه الترينر تاع جيدو الترينر تاع جيدو درت عنده شويه جيدو وي باسكو بابا كان جيدو كان بكري رحت اونطريني شويه عنده عائله رياضيه. خوتي خوتي تشوف ماشي كاع كيف كيف واحد قشين واحد ما كون حطونا هكا ما نشابوش كاع تفرج فيها عائله سيفني وشوي يقول لك ما نشابوش كاع واحد واحد مش بان له والله العظيم قلت شبانية بنات وما انا عبد لي كاش انا عبد لي كاش زيده كاش ما والله العظيم زيده انا بارك ودانا زيده صافا كل السنه هذه كاع واش في دار والله غير عمك دوقتني على بالك والله غير دوقتني هذه لاني باسي بلاك اوت فات كانت على هامش كاس العالم تاع روسيا 2018 كان كان واحد واحد ليفالمون دارو في في 5 جويليا دونك فوالا هذه البريمير انفو. دوزيام انفو راح يكون مع البوكس. شفنا مؤخرا في السنوات الماضيه عديد المشاكل في الرياضات وبلا اللي يكون يتبع يعرف مليح الرياضات الجزائريه في اتحاديات كان عديد من المشاكل غير كيما كان رئيس اتحاديه تاع الملاكمه اللي كان معاقب وتنحى من الاتحاديه عاود رجع بعد ما لجا الى المحكمه الرياضيه بن عكنون. نروح نسمعوا التصريحه تاعو تاع السيد النحاسيه ونعاود نتكلموا على الموضوع. C'est un ministre. À l'époque, ça ne se passait pas normalement. Ça ne se passait pas normalement. نحيك نديرك نحطك نبدلك جو سوي لو مينيستر جو سوي كاباب دو تو. عن قريب راني راح نقدم شكوى لدى الشرطه وراح نقدم يعني امور خطيره وخطيره جدا. راني نقول راني مديت لكم وراني عطيت لكم بعض الامثله يعني وراني نقول لكم عندي 14 افير ماشي اون افير سي دي افير تري تري غراف. ناس دايره الملاكمه او الفيدراليه ان ريجيست دو كوميرس واحد لي زيسكوز جايحين مالغري عندك طروا موا في يدك دونفوي اي دو ريسيفوار اي دو كومونيكي افيك لايبا اون با في سا باسكو كنا لاهين بامور اهم وهي كنا نسرقوا ذاك الوقت. سي غراف واش راه يحكي جلال اكزاكتومون سي تري تري غراف. ويتكلم على الفتره تاع السيد الهادي ولد علي لما كان وزير للشباب والرياضه كان العديد من رؤساء اتحاديات تنحاو ونعطيو مثال على ذلك انه في هذه اليبوك سيتي روراوه تنحى من اتحاديه كره القدم وخلفه السيد زلتشي. كيف كيف في الملاكمه كان تنحى هذا الرئيس وجاء رئيس واحد اخر وبعد المشاكل كثيره والان ويتكلم على انه اليبوك كانت سرقه كبيره في الاتحاديه مشاكل كثار. واش رايك انت بلال في واش صار في رياضه الفنابيل اللي بكري كانوا عندنا دي شامبيون كبار في رياضه الملاكمه؟ ماشي الفنابيل الرياضات الفرديه فرديه معاك معايا نهضروا قليل ونفهموا بزاف. هذه راجعه من سوء التسيير وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. صح. بوك اخويا انت خاطيك بوكس واش جابك في البوكس تسير؟ رانا نشوفوا في خويا نهضروا من الاخر من الاخر قايتي القطاعات في الجزائر كاع راهم مرضى. كاع راهم ماشي قطاع سبور، كاع القطاعات راهم مرضى. وكل واحد في قريه الناس تقرا خويا تقرا على الصوالح تقرا على الامورات هذه من بعد على فانت كونت ما كانش تسيبو ماهوش في الدومين تاعو. صح. دوكا تقرا الجامعات الجامعات راهم يتخرجوا الله يبارك الناس. من بعد تسيبو طبيب ولا تسيبو انجينير ديطا في الهيدروليك ولا كيك سيسوا ما تسيبوش في الدومين تاعو. صح. راك معايا؟ يا خويا احنا نطلبوا من الدوله الجزائريه وكل واحد على حسب قرايته خويا. الرجل المكان المناسب في المكان المناسب خويا. هذه باش يكون سوء التسيير والمحاسبه. حاسبوا خويا حطوا في ديك البلاصه وحاسبوا. صح. باش كلش بشفافيه. سبحان الله دوك كنا نعتمدوا على هذه السياسه خلاص هاي. صح. تروح للواد ما كان والو حاجه ما نفرحوا فيها. صح. الله الله يهدينا هذا ما نقولوا. امين امين. دوك من شويه هذا الخبر هذا شويه المزعج نروح للخبر واحد اخر مفرح. الاخير اللي تكلمنا قبل يومين على كاس افريقيا اللي تنظمت في في, في باريس في الضاحيه تاع باريس في ايفري في لابوليو. جابوا كاع لي الناس تاع لي سيتي هادوك داروا كل واحد من لي زوريجين تاعو دار فريق دار المنتخب تاعو راهم يلعبوا كوب دافريك. نروحوا نشوفوا برك امينه مع الكورتاج تاع المنتخب الوطني كيلحقوا الدوزيام ماتش وشوف.
Oh là là, les Algériens sont arrivés. Les Algériens sont arrivés. Les Algériens sont arrivés. Ils sont là, ils sont là. Non, non, l'équipe algérienne, l'équipe algérienne. L'équipe algérienne est arrivée. L'équipe d'Algérie est arrivée. L'équipe d'Algérie est arrivée. Non, non, l'équipe algérienne. الجزائريين وين ما يلقى يفرح ويديفيلي ويخرج وين والله تقولي ليكيب تاع الصح تاع الجزائر لعبت صنعوا الحادث في فرنسا هادو واكبر مواقع في فرنسا واكبر قنوات تلفزيونيه تكلموا على كاس افريقيا تاع لا بونيو قال لك الناس هادو ما في ضواحي في نضموهم يلعبوا بيناتهم اللاعبين الكبار بنزيما دروغبا الناس قاعد يتكلموا على الكوب افريقيا هذه يعطيك الصحه جلال على اخر الاخبار غدوه ان شاء الله اخبار جديده ان شاء الله باذن الله شكرا بلال كنا نحكيوا على الكاستينغ على لي كاستينغ قلت لي كاين مشكل كبير فيما يخص لي كاستينغ في الجزائر احكي لنا شويه واش كاين لي كاستينغ دوكا حنا كش نطلبوا من لي بواط برودكسيون في اللي راهم محكمين دوكا سير الجي ولا سير اورون ولا سير قسنطينه ولا كيكسيزوا كيكون عمل ضخم ولا عمل احترافي الله يبارك نورمالمون لا بواط برودكسيون هي اللي تجوز للولايات باش تكتشف المواهب الجديده باسكو عندنا مواهب في الجلفه في الصحراء دوكا بايزوم نعطيك غير ان اكزومبل خفيف واحد من بشار ولا تاغيت ولا غردايا ولا كيكسو عنده موهبه باش يجي الجزائر العاصمه مينيموم لازم له واحد 3 مليون ولا 4 مليون يديرها تحتو ترونسبور نباتها في لوتيل وصاديبو ولا تجيب ريزيلطا ولا ما تجيبش ريزيلطا هاك فاهمه كيفاش علاه لابواط ما يدعموهمش هما يروحوا ليهم للولايات ويجوا ما تستخملوش كيكون يجي من بلديه فلانيه ما تستخملوش ويبين الموهبه تاعو فما كيفاش باسكو عندنا مواهب الله يبارك صافي لا سامحني ولكن سي با نورمال تانيك انو نديرو اون برودكسيون باريكزوم في وهران نجيبوا ان اكتور من الجزائر العاصمه يروح يدير في يمثل في وهران ويهضرب لاكسون تاع وهران وما يتقنش هذاك لاكسون وكاين بالك ممثل في وهران في الغرب الجزائري اللي يقدر يمثل في هذاك الدور وما يطولش لا شونس تاعو كاين شويه جهويه كاين جهويه راني معاك فيها بصح اكد لي على هذه تاع الجهويه صح لازم تتنحى الجهويه رانا قاعد في الجزائريا سي فري الفن هذا شغل موش محدود كاع اللي عنده موهبه اللي عنده اي عفسه على حسب المخرجين ثان على حسب يشوف عندك موهبه خويا تفضل خويا بلال ان شاء الله الرساله تاعك لحقت لهاد لي بوا دو برودكسيون ان شاء الله يروحوا يكتشفوا هاد المواهب في كل ولايات الجزائريه قل لي بلال تخرج في الصلاه الرمضانيه تحب تخرج شويه تحب قبل ما نجاوبك على هذا نقول لك على الغرور برك باسكو الغرور هو مقبره الفنان صح نجاوبك واش قلتي لي في السهرات وكاع اي والله في السهرات بدون غرور انا ما خليهاش انا معروف صريح اللي في قلبي على لساني عندك الحق بارك ودام ورزق على ربي سبحانه شوف في المعروضه تربح ما تخلي والو في قلبك والو هذا الرخ كونك سبونتاني كون صريح فهمتي السهرات في الليل صديقي وانا وحبيبي وذراعي كيفما كيفاش محمد صديبو كل مرة وين جستومون نروحو الركن تاعك خرجة مع شيماء بعد هاد الجينجل شيماء وراك دايتنا اليوم اليوم أمين أنا رايحين مكان أنا شخصيا نحبه لأنه معلم تاريخي توجو على مستوى الجزائر العاصمة بارح كنا في قسنطينة اليوم أنا رايحين الجزائر العاصمة نورمالمون راكم ديفيني فوزافي ديفيني بلي سي مقام شهيد نروحو برك نشوفو هنول اليوم رانا هنا بيان سور لو فيستيفال اوروبيان اون الجيري لا جورني سبيسيال بور ان كونسير دان جروب سويدوا تجمع فيها دواقين تاع الفن نجيوها شاك ايفينمون Je suis
très très content de venir ici parce que c'est une salle qui est faite pour les jeunes algériens. Sahara Ramadania, la salle Bnou Zaidoun, elle est excellente parce que l'office Riyad al-Fath, ملي كنا صغار حنا كنا نجيو فرحانين دوك رانا نجيبو la deuxième génération باش t'assister à plein de spectacles et à plein de culture ici. Oui, pour moi c'est la première fois and like is it the first time that you are here? Well, yes. Ce genre de spectacle, je les ai retrouvés sur Facebook. It's nice que c'est bien. Contente d'être ici. شيماء عجبني بزاف هذاك الشيخ الكبير هذاك يعني حتى سوناج يخرج يروح يتثقف يشوف لي بياس تياترال صافي بليزير جوستومون امينه هذه نقطه من النقاط الايجابيه اللي في بون اليوم حنا شفنا شطرين هذه الحاجه الاولى شفنا انه المهرجان الاوروبي للموسيقى كان اليوم في قاعه ابن زيدون وحنا كم في لا روبريك تاعنا نروح نشوفوا وشنو هي الايجابيات والسلبيات تاع كل مكان ركزنا بوكو بلوس على الايجابيات والسلبيات هاد المره انه الايجابيات الجو عائلي العائلات تلقاهم تما كاين هذاك الشيخ الكبير لا يبارك يعني موسيقى راقيه ماشي صديق سي با سي سي اون سي امبيونس كونفيفيال يعني جو عائلي جدا هذه الحاجه الاولى الثاني يعني الستاسيونمون الباركينغ اللي ديسپونيبل سي سي ان اسباس تري فاست اوسي سيكوريزي من الجانب السلبي هو انه الداخل يعني في الرياض في كي تدخلي رياض الفتح تحسي انه مكان مهجور خلافا عن قاعه ابن زيدون اللي كان فيها المهرجان الداخل تحسي انه المكان مهجور كاين فيد بزاف كاين اماكن ولا جوانب ماشي مستهلكه مع انه المكان اللي تري تري غران تري تري فاست يعني كبير بزاف ونورمالمون نستهلكوا هذوك الاماكن الساحه كبيره ايتو مي ما كان فيها والو ما فيهاش معارض تاع انا نعرف انه رياض الفتح من قبل كان فيه معارض لكن نورمالمون دوكا في شهر رمضان هو الوقت اللي نستغلوا هذا المكان صافي ما لقينا والو لقينا الداخل بزاف فيد يعني ما تقدريش تخلي طفل صغير وحده يلعب اكزاكتومون مي خلافا عن ذلك كانت في ابن زيدون قاعه ابن زيدون اللي هي في سائر الايام تدير عروض للافلام كان هذا من البارح كان المهرجان الموسيقى اللي راح يتواصل خاطر كانت مجموعه سويديه حاجه مليحه ان جو حتى يعني المشاهدين او الجمهور كان اجنبي ماشي غير يعني ماشي غير كانوا يتابعين السفارات كانوا يتابعين جاوا يشوفوا يعني المهرجان الاوروبي للموسيقى نذكر برك المشاهدين انه المهرجان الاوروبي للموسيقى راح يتواصل في قاعه الاوبرا ثاني وقاعه ابن زيدون وحتى انه باري لا كولتور راح يكون في عروض موسيقيه كما الجاز الكلاسيك ايتو سا وحتى انه المشاهد كي حاب يكون عنده هذا لو غيد تاع المهرجان الاوروبي للموسيقى يقدر يلقاه في الاوبرا دالجي يعني باش يشوف وين الوقت اللي يساعده والمكان اللي يساعده تري بيان يعطيك الصحه ان ديرني بوين النقطه الايجابيه في المهرجان الاوروبي انه ما راحش يكون في الجي يعني في العاصمه فقط راح يكون في تيزي وزو راح يكون في قسنطينه يعني يتوعد انه راح يكون في مناطق اخرى يعطيك الصحه شيماء ميرسي بوكو اذا حبيتوا تشوفوا لي دات تاع واش حيصرا في هذا المهرجان ما عليكم اذا توفروا بهذا لو غيد ياك شيماء اكزاكتومون هذا لو غيد فيه يعني الموسيقيين الجزائريين والاوروبيين راح يدير لي شكرا شيماء اذا يعطيك الصحه شيف نواصلوا المنيو تاعنا اليوم باش بقات لنا غير بقات لنا لاصوص تاع البولي تاعنا ندير خلاص مابقاش يقدر مابقاش هذه ونروح خلاص في بينا خلاص نصرف ديجارتين سيبون شوف شوف اكرم انا ملي الحق انا ملي الموسيقى مشبع الصايه انا ملي الحق عند اكرم زدت تفابليت كامل نوضك يؤدي المغرب ان شاء الله ونفطروا ديجا محمد كان فاب شويه زاد كمل الباقي زدت رحت عند اكرم سيبون خلاص الو انا حبيت نطلع شيماء اليوم باسكو ورات لهم بزاف على الموسيقى ورات لهم بزاف شيماء روحت على ميلاس الشامبيون روحي يوم ماشي سردين صافا راك شايف واش درت فيا مسردين راك شايف واش درت فيا مسردين معليش ما نزيدش نديرو سردين خلاص سي بون افي الوغ واش نسحقوا لا صوص شامبينيون عفوا نسحقوا فيها زبده نسحقوا البصل ونسحقوا لي شامبينيون لا كريم فريش وسالي بون زبده بعقلي يا في غرضك هذه الوغ نرميو الزبده تاعنا عندها اسم هاد لا صوص شيف صوص شامبينيون صوص شامبينيون نرميو لونيون تاعنا داكوغ فوالا زيدي شويه زبده قلت لك بلي انا شي با تري زبده انا ناكل لازم مي ما تحسيش بشكون راح نرميو لا كريم فريش ما تحسيش بالزبده
باراكودا كشجوع. لا راني ميت. اه سي بون. ويشكي ما شفتيش. سي بون شيف عقرب اه صاي. شاف شيما دوكا. شاف شيما كثينا بالزبده. وريت لك كيفاش ديري شيما. هكذا. فوالا هكذا. دوكا واش نديرو؟ نتعلم. نرميو شامبينيون تاعنا. اها. هكذا. انت وقتاش باراكودا وقتاش تجوع مليح 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 في الساعة الأخيرة الساعة الأخيرة هذيك هي الوارة خلاص لا بروشان فوا تجوزها معنا في المعروضة تربح بريبارو في الطابلة وكلمة هذيك هي الوارة وارة هذيك لا إله إلا الله محمد رسول الله نفابلة نفابلة والمليحة كامل أمينة دائما كي تقعد ربح ساعة 20 مينيت هكذا للأذان كيما هكذا كيما هذا الوقت راني في بلاصتي دي فوا نكون كونيكتي ولا بعث له غير لي فيديو تاع الماكلة يبعث لي فيديو تاع الماكلة زيش يعمر فيها يبدا يبكي وعلى يقول لي قد لي هكذا نبعث له دوك تاع اللي تبكي وقايتي باراكودا المدام اللي متهنات منك راح تاكل معانا اه بيان سير ما عندهاش تقول اه ما تهناش المدام تاعي يا سي بيك الطابلة شكون يدير في الطابلة لومبيونس علي معانا اليوم لومبيونس معانا بيان سير بيان سير باراكودا نسقسك غير هذه برك ايماجيني هذا الوقت الفطور قريب يأدى المغرب والماكلة انحرقت وين في داري ولا في دارك في دارك بيسير احنا لا احنا خارج في دارك في دارك في داري ما عرفش واش يرد هذاك الشعور مازال ما سيدوش شعور غريب مازال ما سيدوش شعور غريب هذاك لا اله الا محمد رسول عندك شي تجاه خلاص ما تخممش كي تحرق الماكله روح عند خوك جيب الدار على بالي مولاي على بالي على بالي نزيد في الكحل نزلنا في الكحل ونزيدوا الملح ونعاود يقول لهم نزيدوا الملح ثاني تو صبر نعاود انا نحفظ انا نحفظ انا انسانه نجيبه تلميذه نجيبه درنا البصل بون الزبده قبل ومن بعد البصل ومن بعد شامبينيون ومن بعد درنا فلفل الكحل وملح فوالا واش نزيدوا جو سي با لا كريم لا كريم لا كريم فريش لا كريم فريش هو اللي كيجي فريش زغلي له يا ما هو كي شاف كريم فريش طلعني انا واه دوك نرميو نجيب لازم نشوفو كيفاش اللي قطعها جيب لنا البيل تاعي ونجيبها البيل تاع البيل تاع جوبوها فوالا لا سون شامبيون تاعنا راهي واجده دوك نخليها تغلي تغلي شويه باش تحكم لا فورم تاعها ويبقى لنا غير نفطروا دوك شحال ابوبخي اكرم قعد 2 مينوت 3 مينوت باش تعقد باسكو لا كريم فريش فراجيل غير ترميها في النار تعقد وحدها صافي واش ندير هاي شوف هي بدات تعقد ديجا هاك شوف يا اخي امين دوكا ما بقى لنا شيء ما عفوا قلبك شوف شوف اقرب واش نحب في السهره وقايتيك المحلبي وكاع المحلبي اوه لا لا المحلبي يدري القرفه من الفوق كوكوت اه بديت مره تسمع لي واحد كبير هكا ندير فيك شغل بالقرفه تصنع فيها رجل راجل هكا اكرم يعطيك الصحه اكرم يعطيك الصحه نخلو شيما معاك تكمل هاد لاصوص اذا مشاهدينا نخليكم مع تلاوه القران الكريم وبعدها يجي الاذان وحنا رايحين نتلاقاو على مائده الفطور ان شاء الله طريقة لا شو هذا كل كل سحر خويا الفطر صافي بلال راك تغمس إذا مشاهدينا كما راكم تشاهدوا رانا على مائدة الفطور صحة فطوركم صحة صيامكم تقبل الله منا ومنكم الصيام إن شاء الله على هاد الانغام تاع نوري كوفي الله الله يا مولانا رانا رحنا تلمسان البارح كنا في قسنطينه اذا ليكيب يعطيكم الصحه لي زانفيتي ديالنا بون بلال راهو مشغول محمد يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم صباح عجبتك الحاله تري بيان ماكله لي تري بون ميم نتوما ما شاء الله الله العظيم غير فريمون قاعده كانت بزاف حلوه ومش بعناهاش شكرا ماذا بينا لو كان كان الوقت شويه تعاود تولي بيان سور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوف اكرم اكرم صحه ثاني ميرسي بوكو خويا العزيز والله العظيم ماكله ما شاء الله ضيافنا لازم نطلعوا فيه ذكرنا شيف المنيو تاع اليوم والله واش قلنا بلال قلنا درنا سلطه درنا كوكتيل دافوكا اللي درنا فيه لافوكا كما كنا كما قلت لكم قبل كرازيناها بلا فورشيت وزدنا لها لا طوماط سوريز درناها اون دي ودرنا لها سيترون بيرسي ملح فلفل الكحل وانا ديكوريتها درتها في دي فيغين هكذا والبلا تاعنا درت دي سكالوب فارسي بلي 3 فرماج ودرت معاهم اون شامبينيون
ولا دو البلاط تاعنا خفيف تعرف لازم ناكل. شكرا اكرم. شكرا لك امين. شكرا. باراكودا سافا عجبك المنيو؟ سيمون بالله غير فور لا سويت من بعد. لا كونتيتي قليله اقول لك. والله العظيم بون اختي شيماء واش نقول لكم اختي يعطيكم الصحه. يسلمك. على الاستضافه الطيبه والرائعه ونشكر القناه الجزائريه وان شاء الله بربي نتمنى لها المزيد من التالق ان شاء الله. شكرا. نشكر كاع اللي في التكنيك الله يبارك ما شاء الله ايكيب هايلين ديجا الله يبارك ما شاء الله. جوزنا دي بون مومون لا غير فاتت بالخف ليه ليه يعطيك الصحة يعطيكم الصحة على الطابلة شاف أكرم ميرسي بوكو الله يعطيك ما نتمنى أختي شيماء جلال أختي أمينة ديريكتور دو برود الله يبارك عبدو خويا واش نقول لكم مشاهدي الكريم صحفتكم عاودنا اللونسمون تاع توت ألوغ اللي درتو توت ألوغ بلال السلام عليكم قناة حبيبي لي زامي الله عليكم مباشرة من قناة الجزائرية وان نتمنى لكم رمضان سعيد وتصوموه بالهنا والشفاء إن شاء الله بربي ربي يحفظكم السلام يعطيك الصحة إي نائل وليدي اللي في عمره 7 سنين راني مع باراكودا يموت عليك يموت عليك الزوجة الزوجة زوجة فندليا والشيبانية يما وبابا نموت عليكم الله الله عليكم وربي يخليكم ليا نائل وليدي دائما يقول لي ماما بارك ودا سان بيغات راني معاك يموت عليك ليكيب يعطيكم الصحة نتلاقاو غدوة إن شاء الله في عدد جديد شكرا مشاهدينا نذكركم برك بالبرنامج السهرة على قناة الجزائرية وان جوست أبخي نو عندكم موعد مع صح النوم ومن بعد يجيكم المسلسل الفكاهي عام الباك عندكم ثاني موعد مع المسلسل الدرامي المسلسل الدرامي ليكيب جريح ومن بعد نخليكم مع الجزائريه شو والمنشطه انسه شايب ما بقى لي نقول لكم صحه سحوركم تلاقوا غدوه ان شاء الله باذن الله باي باي سلام